عروس الساحل الشرقي لفجيرة وبحرها، هذا هو بحر عمان والمحيط الهندي. الحين في منطقة شرم آخر الوجهات البحرية توجد في تنتيها البلاد الطيبة، مكون من 25 فلة واجهة بحرية مشاهد هالبحر اللي غني ياليل. هذه البدية، منطقة البدية اللي معروف عنها ومشهور عنها المسجد اللي عمره أكثر عن 600 عام، من أقدم المساجد اللي توجد على هالبلاد الطيبة. من بوظبي لين هني ساعتين ونص، من دبي لين الموقع اللي نحن فيه تقريبا ساعة وعشرين دقيقة. بحر عروس الشرق، يوم يقولك عروس الشرق تعرف انك انت يطرون الفجيرة. وكل فلة طالت عماركم منها الفلل عبارة عن 5 غرف وباركناتن، الطول 80. الواجهة البحرية عندك هذه 10 متر من الاسطنطوانة هذه لين الاسطنطوانة هاي، هذا كله تبعك انت، هاي حديقك انت، هاي حديقك. وشو مشاهدة؟ مشاهدة بوي هالغبة، هذا اللي تشوفونه المحيط الهندي وبحر عمان، متخالطات ومكونات، مكان جميل ومدخل ومخرج يظهرك لين حدود إيران. البقعة اللي نحن فيها طلعت أعماركم تابعة للفجيرة. والفلل تتراوح مساحتها من 7500 إلى 8500. الفلة عبارة عن كم غرفة دكتور؟ 5 غرف بمسبح خاص ولف خاص كذلك يوصلك للسقف. احنا اختيار موقع نبدا فيه من البدايه، احنا عارفين شاطئ العقه بالفجيره هو من اجمل شواطئ الامارات. يخبركم ان ابوي هذا راعي المشروع سعودي، هذه من اهم المناطق والوجهات السياحيه في الدوله، تقدر تستثمر، تقدر تبيع وتشتري، تقدر تاخذ الحين على التاسيس. المكان جميل وفنان وسعره بعد اجمل عنه. أبو محمد الأسعار طيبة، عم نحكي على 5,600,000 درهم، عم نحكي بكل هاي المواصفات، أرض على البحر مباشرة، إطلالة مضمونة مدى الحياة بالمواصفات اللي حكيناها، بمساحات الأراضي الكبيرة، بالإضافات، المسبح وإلى آخره. كل هذا عم نتكلم على 5,600,000، سعر متواضع. بمناسبة طرح المشروع الرسمي في عاملين خصم 5% ببدأ الحين لغاية فترة محدودة طبعا. بالنسبة لطريقة الدفع، احنا طريقة الدفع خلال التسليم عم نحكي على 2 سنين، 60-40، 60% خلال الإنشاء و 40% على التسليم. بدفعة أولى أبو محمد بس 15%، يعني تقريبا عم نحكي على 850,000، أقل حتى عن مليون، أقل عن مليون. التواصل على الرقم الموجود أسفل الشاشة. شرفنا فيك يا ولد العم في بلادك الثانية الإمارات.